تلعب المدارس العربية بسويسرا دورا مهما في تلقين أبناء الجالية العربية والإسلامية مبادئ اللغة العربية وأصول الدين الإسلامي، فإذا كان آباء وأولياء الأمور لا يحملون هم المأكل والملبس، فإنهم يحملون هما أكبر يتمثل في الحفاظ على الهوية العربية والثقافة الإسلامية لأبنائهم، الأمر الذي دفعهم للبحث عن مدارس لتعليم أبنائهم. مدرسة الهداية بمدينة زوريخ إحدى أهم المدارس الرائدة في هذا المجال، فما هو الدور الذي تلعبه هذه المدرسة؟ وما هي الصعوبات والتحديات التي تواجهها؟ أسئلة وأخرى سنحاول أن نجيب عنها من خلال الروبورتاج التالي. تعد المدارس العربية بسويسرا أحد أهم الأدوات التي تعتمد عليها الجالية في المحافظة على اللغة العربية والهوية الإسلامية لأبنائهم ببلاد المهجر، كما تقوم بتقوية الارتباط بالقيم الاجتماعية والثقافية والإسلامية، فضلا عن مشاركة تلك المدارس في بناء جيل متشبع بالثقافة السويسرية ومحافظ في الوقت نفسه عن هويته وثقافته الإسلامية. الغاية يعني من دراسة اللغة العربية يعني أولاد أو الجالية المسلمة بصفة عامة هو عادة يعني في بعض الحالات يعني كاين الآباء اللي ما كيجيبوش الأولاد نتاعهم يعني الدراسة ديال اللغة العربية، فكيبقوا دائما يعني غرباء في المهجر وغرباء في البلد الأصل ديالهم، لأنه لما الأولاد الجالية كيروحوا البلد الأم نتاعهم وما كيتكلموش اللغة العربية يعني يصبحون غرباء في بلدهم الأم، يعني حتى أنه ما يمكنش التواصل بالأهل ديالهم باللغة العربية. واللغة باعتبارها النابض المهم الذي يحيي القيم ويحافظ على ديمومتها، لذا فإن مدرسة الهداية بزوريخ تحتل مكانة مهمة داخل أوساط الجالية المقيمة بسويسرا، حيث تقوم بإعطاء دروس في اللغة العربية والتربية الإسلامية وتحفيظ القرآن الكريم وغرس القيم والمبادئ الإسلامية الصحيحة في نفوس الناشئة. أدرس مادة التربية الإسلامية باللغة الألمانية لأبناء الجالية بمدرسة الهداية، وقد وجدت تجاوبا كبيرا من قبل التلاميذ في كل ما يتلقونه ويسألونني عن كل صغيرة وكبيرة فيما يخص كيفية الصلاة والوضوء وآداب دخول المسجد والخروج منه إلى غير ذلك من الأمور. البرنامج الدراسي لا يختلف كثيرا عن البرامج المعتمدة في باقي الدول الأوروبية، إذ أن القائمين على المدرسة يأخذون بعين الاعتبار أن اللغة العربية ليست اللسان القومي للعديد من التلاميذ، ويشمل البرنامج كل المواد الأساسية لتعليم اللغة العربية والتربية الإسلامية. وعندنا ثلاث فصول أربعة فصول. الفصل الأول هو يعني تغذية الطفل بالحروف الهجاء كما كتشوف الشاشة هنا في اللوحة، كياخذ الحروف كيحاول يركبهم، وبعدين كندخلوا كاين التربية الإسلامية، كاين تعليم القرآن والحفظ، وكنتمنى الله عز وجل أن يعاوننا باش هاد الدراسة ما يضيعوش ويبقى محافظين على الهوية الإسلامية والعربية. تأسست مدرسة الهداية سنة 2007 بمبادرة فردية وجهد تطوعي، ويشرف عليها مجموعة من المتطوعين من ذوي الشهادات، ويسعى المشرفين عليها إلى تحسين مستواها وتواصل عملها على أكمل وجه. تشعر بسعادة كبيرة وأنت تستمع إلى عبارة التلاميذ الذين أظهروا قابلية لاستيعاب ما يتلقونه داخل فصول المدرسة، كما أبانوا عن ذكائهم وفطنتهم وسرعة بديهتهم في حفظ بعض صور القرآن الكريم وشغفهم لتعلم اللغة العربية ومبادئ الدين الإسلامي منذ نعومة أظافرهم. وأنا فرحانة كل الحد نقدر نجي لهنا نتعلم العربية، نتعلم نحفظ القرآن ونتعلم نقرأ، و تتكون تزوينة باش نتلاقى كل الحد أخوات إسلاميين ونتبادلوا أفكار ونضحكوا ونهضروا وتنقدروا نتفكروا تالمغرب هنا.
وانا نقرا في المدرسه العربيه هنا في الهدايه، وانا راح السنه الخامسه هنا، ونحب انا نجي هنا كل حد نقرا العربيه نتعلم القران نتعلم التربيه الاسلاميه ايه، ونشوف الاخ اخوه تاعي يقراوا معايا ونتعلموا مع بعض العربيه. أولياء الأمور يأملون أن يتمكن أبناؤهم من الاندماج في المجتمع السويسري المعاصر ليكونوا جزءا منه ويحافظوا في نفس الوقت على هويتهم العربية وثقافتهم الإسلامية، كما أثنوا عن الدور الكبير الذي تلعبه مدرسة الهداية في تلقين الناشئة مبادئ اللغة العربية ومساعدتهم على التمسك بها وعدم الابتعاد عنها وإهمالها في زحمة اختلاف الألسن والثقافات بسويسرا. المدرسة يعني هي بالنسبة لنا هي كل شيء، لأن احنا في الحياة ديالنا ما عندناش الوقت الكافي، يعني كل واحد كيخدم في بعض الأحيان حتى الزوجة كتخدم وما كيكونش الوقت الكافي الواحد باش يعني يربي ولادو على التربية الإسلامية واللغة العربية، وكنجيبوهم لهنا كيتعلموا الحمد لله، يتعلموا يكتبوا ويتعلموا يقراوا ويتعلموا القرآن ويتعلموا يعني حتى التقاليد ديالنا في المغرب وكل شيء. الحمد لله احنا كنشكروا المدرسة والقائمين على المدرسة، نشكرهم يعني بزاف على هذا الشيء اللي كيقوموا به، والله وجزاهم الله خيرا. تشكل مدرسة الهداية بمدينة زوريخ نواة أساسية في عملية البناء والإبداع ونموذجا يحتدى به في المحافظة على اللغة العربية والهوية الإسلامية لأبناء الجالية المقيمة بسويسرا. وأمام غياب أي دعم مادي أو معنوي من طرف البعثات الدبلوماسية المقيمة هنا أو من طرف المسؤولين وأصحاب القرار في الدول العربية والإسلامية، إن المشرفين على هذه المدرسة ومعهم أباء وأولياء التلاميذ يرفعون هذا التحدي، ولسان حالهم يقول إننا للغتنا لحافظون ولفلذات أكبادنا راعون وعلى دربنا سائرون وبديننا متمسكون وبثقافتنا وهويتنا الإسلامية معتزون. دمتم في رعاية الله. We'll be right back.